السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي في قناتي قناة أحلى الأكلات. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت بطريقتين بالظبط زي اللي بنشوفه في المحلات، وطبعا كلنا بنحب المخلل اللي احنا بنشتريه من بره، بنلاقي طبعا شكله جميل وطعمه جميل. النهاردة إن شاء الله هنعمله مع بعض بطريقتين مختلفتين. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تشوفوا الطريقة اللي أنا هستخدمها في تخليل اللفت. طبعا مفيش مقادير معينه، طبعا احنا هنتكلم عليها لان دوت كل اللي احنا عايزينه اللفت، واللفت طبعا الكميه مفتوحه على حسب ما انت حابه، اللي يناسبك واللي يناسب اسرتك، عايزه كتير عايزه قليل، طبعا على حسب اللي انت يناسبك طبعا وبتفضلي. اهم حاجه طبعا اللفت لما نجيبه لازم نغسله كويس جدا جدا وننضفه كويس جدا من اي طينه بتبقى موجوده فيه. شايفين انا كده هو اتغسلته، وهستخدم كمان معايا ايه بنجرايه على كميه اللفت اللي احنا شايفينها ديت. طبعا انا غسلاه كويس جدا زي ما احنا شايفين وشايله اي طينه منه، والعروق دي برضو انا هشيلها مش هستخدمها. لو انت عايزة تخليليها، في ناس بتحبها برضو بيبقى طعمها جميل، بس انا عن نفسي ما بحبش البتاع دوت العروق دي. نشوف هنشتغل ازاي. عندي طبعا اللفت، باخد اللفت كده هو بتاعي وهبدأ ان انا اقطعه بشكل ده حلقات. شايفين سمك الحلقة قد ايه بالشكل ده. هبدأ اقطع كل كمية اللفت اللي عندي. ده اول طريقة في تخليل اللفت. شايفين الحلقات بتاعت اللفت اللي عندي. هاخد كمان واحدة تانية، تبدأي ان انت تشقيها نصين وتبدأي تقسميها كده هو حلقات بالشكل ده. دلوقتي لو انت عايزه تقطعيها صوابع كده اهوت بالسكينه عادي بتقطعيها كده اهو. لو انت عايزه تديها شكل جمالي استخدمي اللي هي القطاعه بتاعت المخلل، اللي لو دوت هيديك الشكل اللي احنا اصلا بنشوفه ايه في المحلات بره. شايفين تدينا الشكل ده، طبعا الشكل دوت اللي احنا كلنا بنشتريه من بره وكلنا طبعا ايه بنحبه. بتتحكمي طبعا في الحجم بتاعها والمقاس بتاعها على حسب ما انت حابه، حباها كبيره حباها صغيره. انا هعمل جزء معاكم هو هيئه الصوابع، وهعمل الجزء الثاني بالشكل دوت. هقطع كل كميه اللفت اللي عندي بنفس الطريقه. خلصت تقطيع كميه اللفت اللي انا هعملها بالطريقه الاولى بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي كده قدامنا، وهاخد كمان عندي زي ما انا قلت كده اهوت بنجرايه، طبعا غسلها كويس جدا دلوقتي، بس هسيبها مش هقطعها دلوقتي، هقطعها وقت الاستخدام. ودول الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي انا هشتغلها بالطريقه الاولى. دلوقتي ركنت الجزء الاولاني اللي انا غسلته وقطعته اللي انا هشتغله بالطريقه الاولى، ركنته دلوقتي على جنب، وهشتغل في الجزء الباقي اللي انا هشتغله بالطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اللي انا هشتغل فيها ان انا هبدا ان انا اقشر كده اهوت بالمقشره بتاعت الخضار، وهبدا ان انا اشيل كل الجزء الاحمر دوت اللي في اللفت انا ايه مش عايزاه، هبدا ان انا اتخلص منه. تمام، شايفين شكل اللفت بقى طبعا شكله مختلف تماما. بالشكل ده طبعا سهلة جدا. طبعا هكمل كل الكمية اللي عندي برضو بنفس الطريقة. Thank you.
اتخلصت طبعا من القشور اللي عندي. دلوقتي هبدا ان انا اقطع اللفت برضو بنفس الطريقه اللي انا استخدمتها في المره الاولى. ببدا ان انا اقطع اللفت كده اهوت اللي عندي بنفس الطريقه. برضو عايزه تقطعيه صوابع عاديه بتقطعيه، عايزه تقطعيه بالقطاعه برضو على حسب اللي انت بتحبيه. خلصت طبعا تقطيع كل كميه اللفت اللي عندي وشطفتهم مره تانيه من تحت الحنفيه بميه جاريه. دلوقتي هبدا ان انا اخلي اللفت بتاعي. ناخد بالنا بقى هنا في الطريقتين، اول طريقه اللي هو الجزء بقى ايه اللي انا محتفظه فيه باللون الاحمر، هركن دي كده اهوت على جنب. بجيب البطرمان كده اهوت اللي انا هشتغل فيه، طبعا البطرمان دوت انا غسلاه ونشفاه كويس جدا ومعقماه، وهبدا ان انا انزل فيه باللفت بتاعي كده اهوت، وهاخد البنجر اللي عندي كده اهوت وهبدا ان انا اقطعه برضو ترانشات. طبعا البنجر بيعمل لون تاخدي بالك كويس جدا انتوا بتشتغلي فيه بالشكل ده كده اهو. يا دوب حطيت بس يا دوب شريحتين، وهبدا انزل كمان بقيه الكميه، اقطعها كده اهوت ترانشات رفيعه وتبداي برضو تكملي. كده عبيت البطرمان بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهوت. دلوقتي هركن دوت على جنب وابدا اعبي معاكم البطرمان التاني. الطريقه التانيه بقى في التخليل عندي كده اهوت البطرمان برضو بنفس الطريقه انا معقماه كده اهو. دلوقتي عندي كوبايه هبدا احط فيها ميه، كوبايه كده اهوت، وهبدا ان انا احط فيها ميه وهحط عليها معلقه من الملح. بدوب طبعا الملح وهنزل كمان بمعلقه من ايه من الكركم زي كده اهوت، بمعلقه من الكركم، وهبدا ان انا اقلب. بالشكل ده وهبدا انزل بالميه اللي انا عملتها مع الكركم بنزل بيها في البطرمان كده اهو، وهنزل كمان عندي باللفت. دلوقتي هنعمل المحلول الملحي للمخلل. المحلول الملحي دوت يا جماعه المفروض ان انت تاخديه كقاعده عامه علشان يبقى طعم المخلل عندك مظبوط. بنحط لكل كوبايه من الميه بنحط عليها معلقه من الملح، وبنحط عليها ربع معلقه صغيره من السكر. السكر بالذات مع اللفت بيبقى بيديله القرمشه الجميله بتاعته. عندي هنا هو 10 كوبايات من الميه، هنزل عليهم ب 10 معالق من الملح. معلقه من السكر، عايزه تحط خل براحتك، انا ما بحبش احط خل في المخلل بتاعي. تبداي ان انت تقلبي كده اهوت، دلوقتي هبدا انزل بالميه اللي عندي كده اهوت على البطرمانات. كده كويس جدا. بجيب كمان البطرمان التاني اللي انا عاملاه بالبنجر، شايفين كده انا ممكن احتاج لك تقريبا نص كوباية تاني من المية، هعملها واكملها واوريكم الشكل النهائي ايه. وده شكل البطرمانات بتاعتي بعد ما عبيتها. دلوقتي هبدا ان انا اسيبهم ما افتحش عليهم نهائي لمده اسبوع، وبعد الاسبوع هنفتح عليهم ونشوف شكلهم ايه.
وده شكل المخلل بعد ما عدى عليه بالظبط اسبوع. شايفين قد ايه جميل جدا لونه، وشايفين لون الميه بتاعت المخلل بقى لونها ايه. طبعا دوت اللي انا مستخدمه فيه البنجر، وده اللي انا مستخدمه فيه الكركم. شايفين كمان لون المخلل نفسه جميل قد ايه، لونه اهو جميل جدا زي اللي بنشتريه من المحلات. وادي كمان اللون الاصفر بالظبط زي اللي احنا بنشتريه من المحلات، وكمان حاجه في البيت مضمونه بمكونات طبيعيه، ما استخدمناش اي مواد حافظه او اي الوان صناعيه. ودي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي اشتراك في القناة، واعملولي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.